تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 496 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 290 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط اثنتين وثلاثين قضية بمضبوطات بلغت قرابة ستة وستين طنا وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 421 وعشرين قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 216 طنا أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 700 و23 قضية من بينها 217 قضية خبز ناقص الوزن و202 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز شعير تم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 196 طنا